عشية الاجتياح وما قبل الاجتياح كنت أعمل مع في كتيبة الشهيد جيفار غزة. تم وضع الخطط العسكرية للمجموعات العسكرية للمقاومة الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية. بعد ذلك مسبقا بعد ذلك عند بدء الاجتياح ودخول القوات الصهيونية بأرتال الدبابات التي سلكت الخط العام على خط المشروع الأخضر باتجاه خيم برج الشمالي عند نقطة البساتين شركة الكهرباء، حيث تم أول التحام للمقاتلين الفلسطينيين المنتشرين على في تلك المنطقة، ودارت الاشتباكات وتم تدمير مجموعة من الدبابات الإسرائيلية، وتم وقف الهجوم الإسرائيلي المدرعات يعني بمنطقة المشروع الأخضر عند حارة المغاربة على رأس مسؤولياتي في سرية الشهيد عماد عبد الله آنذاك. بعد ذلك أخذت التوجيهات العسكرية وتم توزيع المجموعات لمجموعات صغيرة من خلال قوات القيادة المشتركة، ولم تحصل اشتباكات في تلك المنطقة، بحيث كان الهجوم الأساسي هو بالمنطقة الغربي أكثر منه كان بالأوسط، ولذلك اتجهت المجموعات اتجاه منطقة البزرية ووادي جيلو باتجاه ذاك الخط العسكري بمجموعات صغيرة منتشرة. وتم اشتباك الأول في تلك المنطقة في منطقة بلدة البزرية، حيث استشهد أحد أبطال المقاومة القوات المشتركة وهو الشبل، وأنا كنت أحد مع رفاق آخرين من المجموعات التي آثرت أن تبقى خلف قوات الاحتلال. بالتالي بقينا لفترة طويلة حتى لنمارس مهمتنا الوطنية في مقارعة الاحتلال، وهذا استمر حتى اعتقالي بشهر 12 1982 برفقة أحد الرفاق وهو شهيد رفيق زاهر هان الشبل كان يدعى رأس الشجرة، حيث كان مركز الاعتقال. كان مكان اتخذوه الإسرائيليين قوات الاحتلال للتحقيق والاعتقالات والسجن للمقاومة. بعد ذلك تم نقلنا بسيارات عسكرية للاحتلال بعد إجراءات التحقيق والتعذيب المعروف بأشكال مختلفة والضغط النفسي. بعد انتهاء التحقيقات تم نقلنا أنا ومجموعة من المعتقلين الذين تعرفت عليهم أثناء الاعتقال من الأخوة اللبنانية والفلسطينيين من القوى الوطنية ومن المقاومة الفلسطينية، وتم نقلنا إلى معتقل الأنصار حيث كان أنشئ حديثا الأنصار بعد ما كانوا يذهبوا بالمعتقلين إلى المناطق الأراضي المحتلة بعتيق. تم تبادل الأسرى من الصفقة للثورة الفلسطينية وقوات الاحتلال هذا الوسيط القطاع لسه محتلة، لسه ما انسحبش الإسرائيل إلا من بيروت في تلك الفترة، وبالتالي عدنا على قاعدة قيام بواجبنا الوطن، وهي كانت فهم الحديث فيها في المعتقل قبل الخروج ما بين يعني هيئات الجبهة داخل المعتقل باتجاه الخيارات المقاتلين وبالتالي باتجاه ما يمكن أن يكون ونحن الأصحاب رأي جديد حيث ما نريد.
طبعا احنا في تلك الفترة اصبحنا نعمل ضمن ما يسمى جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية، حيثما هي كانت واجهة الصراع في مواجهة الاحتلال، ولذلك احنا انينا على ذاتنا ان نعمل تحت اسم جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية.